عندما أضحت حياتي صحراء موارة تمتص خطايا، تهت في مامه الغياب، فالتمست الذاكرة سبيلا إلى نفي العدم. انتبهي، يبدو أن التعب قد نال منك. وانا الروحي يتعب الجسد. أو هو الشرود في الآتي، كيف يكون؟ نلاقيها أم لا نلاقيها؟ نيار موجتي، نعم، بعد غيابها ضيعت بوصلتي، استبد بي الشرود والوحدة. لا، لست وحيدة، أنا معك إلى آخر المطاف. هذه الأخيلة المريضة ستقضي عليك وعلينا. منذ اختفاء منيار وأنت تهذين. مرة سمحتها مسرعة من المرة، أخرى كلمتك من وراء باب الغرفة. أنا لم أعد أفهم شيئا. وما تفهمت؟
الأقل حاولت أن تفهم. هل سألت نفسك متى حاورت منيارة آخر مرة؟ أصبح الآن الخطأ خطأي. أنت أمها ومن المفروض تكوني قريبة منها ومسكن أسرارها. أنا أمها؟ إذن أنا المسؤولة وحدي عن تربيتها؟ أصمت أرجوك، لا تثر مواجهي، لن نفعل شيئا من أجل ابنتنا. ماذا تريدينني أن أفعل؟ أنا لست المسؤول عن غيابها 3 أشهر بالتمام. داس جميع الأعراف ولم تراعي أحدا، فلتتحمل مسؤوليتها. أنت كالصخرة الصماء، لا تتغير أبدا، لا ترى إلا نفسك وتتجاهل مشاعرك. نستاهل، والله نستاهل. فكرت في الاحتفال بعيد زواجنا الذي أدخل بهجة على كآبتك القاتمة، لكن منيار انسيها، اعتبريها ماتت. منيار لم تمت، منيار ما زالت حية ترزق. سأبحث عنها في كل مكان حتى أجدها، شئت أم أبيت. لا أدري كيف قبلت مرافقتك إلى هنا لنحتفل بخيبتنا بموتها. لا، ليس بإمكانك أن تضرم في النار وأنا أحترق. سئمت محرقتك هذه، سئمت هذه الحياة. أنت لا تطاق. كفاك تيها وتقليبا في الماضي، الآتي أفضل. لست وحدك في هذه الرحلة، أنا معك. عذرا، فما تصديق ينتظرني في البهو. ما زال أمامنا متسع من الوقت قبل إقلاع الطائرة إلى تركيا. سأعود إليك. لا عليك عماد، أنا هنا أنتظرك. صباح الخير، تفضلي بالجلوس. ما حاجتك؟ شكرا، أنا آمنة، أم منيار الجبالي، الفتاة المخطوفة. مخطوفة أو مختفية لأسباب أخرى لا نعلم بعد، وحتى شهادة زملائها عنها بالمعهد لا تساعد على البحث. أرجوك أن تبذلوا قصارى جهدكم لأجل العثور عليها. لا تخشي شيئا، سنعمل ما بوسعنا. على فكرة، هذه شهادة زملائها عنها، فربما تنبهك إلى أمر يساعدنا على البحث. تفضلي، سأتركك لبعض الدقائق. منيار ليست كما يتقولون، هي رفيقتي في المبيت. كانت كتومة وليس لها من الأصدقاء إلا صديق واحد، وإذا هاتفها كانت تصفه بإعجاب شديد، كأنها تتحدث عن كائن ملائكي. يبدو أنه قريبها. منيار فتاة مستهترة، لها في كل ركن من أركان المعهد قصة مع شاب. لا تتوانى عن التفاخر بعلاقاتها بالفتيان وسرد مغامراتها. لا، بل إنها خطفت مني شابا ثم تخلت عنه. منيار زميلتي في الدراسة، أعرفها منذ 3 سنوات، تروق لي زمالتها
وتصبح أيام الدراسة معها متعة دائمة. وأذكر حادثة لا أنساها، ففي عيد ميلادها 16 كانت عصبية جدا وافتعلت معي خصومة، وسمعت بعد أيام أنها أصبحت ترتدي النقاب ولا تكلم أحد من الفتيان. عبثا حاولت نسيان تلك الحادثة، جرحها غائر في قاع نفسي. كنت أعتزم الاحتفال بعيد ميلادي، فاحتفلت بي الحقارة والدناءة. كنا في المطعم المدرسي عندما جاء يخبرني أن أصدقاءنا يعدون لي مفاجأة وأنهم قد اجتمعوا في بيت أحدهم، فطرت وراءه على دراجته النارية. ولما وصلنا كان البيت هادئا لا ضجة فيه. صرخت صرخات مدوية ولكنها لم تتجاوز فمي. هذا الذئب في ثوب إنسان ينهشني قطع لحم. تقيلت في وجهي نبل حقير. بعد أيام جاء عيد الثورة الثالث، فغادرت المبيت إلى المنزل. عسى يسعني صدر أمي. ماذا يعنيها مني؟ تهمها الأخبار والتحاليل وسجالات الديوك. هل لهذه الحياة البائسة معنى؟ لا، إني أفكر في الموت. موتي كيف يمكن أن يكون؟ منيار؟ نعم أمي، اشتقت إليك، أحبك، سامحيني على الآلام التي سببتها لك. حبيبتي لا تقولي هذا، أرجوك أين أنت؟ أرجوك تكلمي، قولي أين؟ أنا بخير، لا تقلقي. بالله عليك منيار، أين أنت؟ في حلب أمي. حلب؟ حلب سوريا؟ أنت في حلب يا منيار؟ بحق ما تقولين؟ أرجوك، أرجوك لا أستطيع الشرح. أتركك في حفظ الله. منيار، منيار أجنيني. مرحبا بكم على متن الخطوط الجوية التونسية في الرحلة من تركيا إلى تونس. أنا عماد الصحفي، كنت قبل أن أقرر مرافقة آمين الشرقي في هذه المغامرة منغمسا في إعلام الإثارة والتسلية والتهريج. في لحظة انقشعت الغشاوة وبان الطريق لما شاهدت آمين الشرقي
وهي تروي حكاية اختفاء ابنتها القاصر. تحركت في داخلي حماسة دافقة بعثت في قوة لم أدركها من قبل، وقلت في نفسي لا بد من فعل شيء ما. ليست قضية آمنة الشرقي قضية أم ضيعت ابنتها دسائس سماسرة الحرب وبجاع الفردوس المفقود، بل قضية وطن وأمة. قر في ضميري أن أنقل للناس مأساة شعب شردته خيوط لعبة كبرى يحركها الكبار. بحثت وآمنة عن منيار في سوريا كلها، واستعملت كل علاقاتي حتى ظفرنا بمكانها. فرتق الفتق واتصل من قطع وذهب الألم بددا. ولكن لم تمضي أيام قلائل حتى عادت إلي في هيئة المحتضر الفاني، وأخبرتني أن منيار اختيلت ليلا على الطريق بين قريتين، دفنتها هناك بمساعدة بعض الأهالي. كان وجهها وجه الخراب في حلب، وتمهيداتها سعيرا يفر من الجحيم. بعد الحادثة جنت وتاهت عني، بحثت عنها فلم أقع لها على أثر. منيار انسيها، منيار ماتت. لا تموت منيار، لا تفهم يا ناصر، منيار ابنتي حية حية. لمستها بيدي هاتين، عانقتها، حضنتها في صدري بين جنبي. لا لا تقل ماتت، كفى، لم تمت. منيار حبيبتي، ها أنا أراك أراك، اقتربي أكثر لأتحسسك، لنعلق معا، لنطفع الهواء بجناحينا، ونرتفع نرتفع إلى ما لا نهاية. منيار لا عباد يا عباد، يريدون قتلي، لا تتركهم، احمني من غدرهم، لفني في النور او في غيهب العتمة، لا تقتلوا منيار في قتلي، ابعدهم عني يا عباد. القتلة سفكوا شفاف الروح، كسروا المرايا صدايا، اقتلعوا جناحي. غادرة خائنة، هذه التي تأتي من وراء البحار، يأتينا بها لكم سرقة العالم وصناع الحروب وكهنة الموت. منيار ماتت، لا بلى، منيار في قلبي لا تبلى. أنا التي عصفت بي الحرب والمحن، زوج أناني لا يفهم، ومنيار في الغيهب الساكن في العدن، وأنا أحترق على نار غيبتها ألف مرة ومرة. عماد
كن سندي واحمل عني وزر الذاكرة الذي أسكنته ورقاتي. لا تخذلني وانشر فلذات أفكاري بين الناس. أعلنها حربا على الجهل المقدس والتجارة بالدين وسكوك الغفران. فلتكن صرخة الوعي في الماء الرقود مدوية صوت الحق في زمن العصر. سيدتي وسيدتي، مرحبا بكم في تونس. تحت الحطام حطام لا مثيل له، حيث الضمائر والأقلام تنحدر. كم أوهموك بأن الله ناصركم، كأنما الله بالإرهاب ينتصر. كم كنت بغلا وقد صدقت كذبتهم بأنها ثورة بالحق تدثر.